نحن نتابع مع حضراتكم مجريات العملية الانتخابية في الخارج في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في دبي، حيث عقد سيادته عدة لقاءات على هامش مشاركته على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. نتابع. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأرمني فاهان خاتشاتوريان، وذلك على هامش انعقاد الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا. اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما التقى السيد الرئيس على هامش أعمال القمة السيدة سامية حسن رئيسة تنزانيا.